السلام عليكم حبايبي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راني اليوم تاني جيت لخواتاتي فيديو هانكاك ان فوندون غادي نديروه ان شاء الله لكتب ربي. نبداو بلي زانغريديون اون ديريكت. عندي هنايا بلون ديف، وهنا عندي جون ديف، جي سيباري. عندي ديت 6 تاع بيضات، 6 تاع البيض، 6 اوف ديتهم. جي سيباري لي جون دوف وحده والبلون دوف وحده. فوالا هادي جيسبر راكم فهمتوها. نوخر منا باش نكمل لكم لي زانغريديون لي باقيين. عندي ان زيز دو سيترون، عندي هنا 150 غرام تاع حليب، عندي هنايا 200 مليليتر تاع زيت، عندي هنايا 200 غرام تاع سكر كريستاليزي، عندي هنايا 350 غرام دو فارين. نورمالمون سي 400، انا درت 350 غرام دو فارين و 50 غرام كملتها بالكاكاو سكري. هاوينا 50 غرام دو كاكاو. فوالا عندي لي زيست دو سيترون plus le zeste d'orange. On a 2 levures chimiques, 10 grammes, 10 grammes, ça fait 20 grammes. On a un sachet de sucre vanné. On a des courses à mettre, on a des courses à blanc d'œuf, je vais en parler. J'espère que vous avez tout mis. Voilà, on a les ingrédients pour le cake. Drouk. هادو لي زانغريديون غادي نوري لكم زانغريديون لي غادي نديرهم في الفوندو. عندي هنايا 200 غرام دو سكر، 80 غرام تاع ماء لو، عندي 20 غرام تاع جو دو سيترون، 20 غرام دو سكر تاع كلوكوز. بون هذا بور لو فوندو، هادو لي زانغريديون تاع لو فوندو لي غادي نديرو فوق الكاك تاعنا. جون دوف ندير عليه قرصه تاع ملح كما دابيتود. نطلع الجون دوف تاعي، نجيب السكر قدامي باسكو نولي ندير السكر غير بالعقل، نديره تي تابتي حتى يطلع لي البلون دوف بيان. لا تشوفوا هكا حتى كيزبد كحا هكا، دير دي هكا دي بكي من هكا بيان، يدير رغوه بيان لا موس تري بيان. عاد تبداو ديروا تاجوتو السكر دوسمون دوسمون. انا غادي نطلعها بيان ونولي لكم. اوكي فوالا، كيما قلت لكم شوف لازم يطلع كيما هكا، لا لازمش ما يطيحلكش البلون ديف. شوفي ها دونك انا كي طلعت بيان البلون ديف، نرجع الباتر تاعي في الان ونبدا ندير لو جون ديف غير بالعقل وكاني ما غادي نطلع. فوالا كيما هكا يجي بيض 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 بيان كوم يكون. كملنا حنا هذاك الجون دو، درت الفاني سكر فاني درتها باش يكون على بالكم، تبقى لي جو زيت على السيترون ولو زيست تاع التشينا مع تاع تاني السيترون يكون ديره تاني. ها ولا بالكم دركا هذا الشيء غادي نبدا ندير الزيت. الزيت تاني ما ديريش توت سويت، ديري غير واش ماكي شغل كي طلعي المايونيز تاع كيما طلعي المايونيز. هذا كيما هاك تحطي عاد كاين تقولي تخلطي تيلا عندك الفيتخان ديري في الفيتخان و ميم طو راكي تفيرسي الزيت. ها كملت تاع انايا تاع الزيت، وغادي ندير هذاك الزيت تاع الجو تاع لورونج مع السيترون. هنا نخلط كملنا باش تشوفوا هاي. ها شوفوا كي تجي دايره. دروك ندير الحليب، بسم الله 150 غرام تاع حليب،
هنا ونخلط غير بالسباتو تاعي سيتو، ما نديروش الباتير باش البيض ما يهبطناش اللي طلع له. دونك نديرو لا فارين، درت هنايا لي دو لي فيغ شيميك درتهم هنايا مع لا فارين، دروك غادي نديرهم ومن بعد نقلع لا مواتي باش ندير عليها الكاكاو. فوالا كيما قلت لكم صايني كملت الحكايه، دروك غادي نقسم لا مواتي ندير فيها قلت لكم شوكولا كاكاو هذيك 50 غرام تاع كاكاو. انا نلونجيه بيان ونجيب المول تاعي ونولي لكم. انا جبت المول تاعي غادي ندير فيه هذا انايا، راني دهنته كاع بال هذيك الفودوي اللي عندي تاع الزيت، دوك غادي ندير البلون من التحت، نجيب الشوكولا نديرها تاني هكا من الفوق، ندور كاع هكا باش يجيني ديغرادي الداخل هكا 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 التوربيون هالا هكا هكا هالا. دوك هذا اللي بقالي غادي نديرهم في دي بتي مول كيما هكا، شوفوا فيه عندي ان بتي مول هكا، داك اللي بقالي غادي ندير دوك نحط هذا نرميه كما قلت لكم نديره فوالا باش تعرفوا نوخر هادو منا. غادي نديره على 180 دوغري بوندون 30 ل 35 مينوت اوكي. هاي دوك بشويه ونولي لكم. فوالا هذاك اللي بقى لي قلت لكم هاني عمرته هنا، دوك غادي نخليه حتى كيطيب هذاك المول نخرجه ونرمي هذا ونبدو نوجدو الفوندون اللي غادي نديروه فوق الكاطو تاعنا بعد كي يطيب لنا الكاطو نوجدو، منوجدوش توت سويت باسكو سينو ينشف كي نجي نديرو فوق الكاطو يكون ماشي ان بو ليكيد اوكي. هيا توت على خشب. فوالا حبابي وليت لكم، راني جيت باش نصنعو لو فوندون تاعنا قدامكم. دوك الكاطو تاعي انا خرجته من الكوشه ودرت دوزيام هذاك لو بتي كوك الصغير اللي عاب قالي لا فارس اللي بقات لي لاباط اللي بقات لي راني يعني عمرتها ودخلتها يطيب في هذيك البتي مول اللي وريتها لكم. دونك غادي نشعلوا الغاز تاعنا نديرو ديريكت على 7 دوغري، ندير هذيك 80 غرام تاع ماء بسم الله، 200 غرام تاع سكر، خلي كاع هذاك السكر يذوب في داك الماء يطبخ بيان كوم الفو بوندو واحد 10 ل 15 مينوت، يطبخ يطبخ بيان يتقل ونقلعه ونبدا نطلعه بالباتور مع 20 غرام تاع جلوكوز اللي درناها. دوك انا لقد يطبخ كي نبدا نطلع به بالباتور نولي لكم. فوالا كيما قلت لكم دوك انا غادي نقلعه تشوفوا فيه كي راه يطبخ. شوف دوك هكا انا نقلعه كيما هكا ونحطه دروك في ان ريسيبيون ونبدا نطلعه بالباتور مع الجليكوز حتى يولي لي كي الحليب. هاوينا غادي نطلعها قدامكم دروك تشوفوها حاميه، لازم هكا شود وفيها وين كيخرج نوري لكم كلشي من بعد. حبيت دروك نجيب لي بتيت كويير نخوي داك الجلوكوز تاعي ديري 20 غرام با بلوس دو 20 غرام نبدا نطلع بسم الله. درت هذاك السيفون نزيد ندير غير بشويه هالا ها
هذا هو الفوندون تاعنا على حبيباتي. وريت لكم الكاكاو اللي كيخرج لي، راك تشوفوا فيه ها. وهذاك الميني كاك ها هو ده. دوك عندي الديكور شوكولا هيوينا، كنت كان ديجا عندي لا غاناش خرجتها ذوبتها شويه جي لو فوندي ان تي بو. وعندي هذا دي ديكور، وعندي الفوندون تاعنا اللي قلت لك غادي نديروه من الفوق هنا، نولي نمشي فيه غير كيما هكا. فوالا كيما قلت لك تتلهس هذا، شوفي نولي لك الاخر انا كيما كنا نديرو له الشيك هذا. خليه الفوندو خليه هكا فوق. انا كي ديكور تاع الكاطو تاعي جاي هكا دي بتي تروك من هكا، درت هادو من الفوق دي فرامبواز سيك تزورت بيه، وخليت الاخرين هكا بلون باش يبان شباب. فوالا دوك نخليه على غرده يبرد، شي يبرد ينشف عليه هذاك الاخر. وهذه ثاني تنشف عليها الشوكولا، دوك ندير لها شويه دي كاكاوات ولا دي ولا تخليها سامبل، ولا ديري دي نوات كوكو من الفوق، ولا غادي ندير شويه نشبح بها من الفوق. ايا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله من نقسموه. فوالا حبابي هاونا كما قلت لكم، هاونا الفوندو تاعنا كيما يجيك شفتو تقولي دي فونتين هكا يقعد مهود ها هو. راخر كيما قلت لكم كانت عندي ان غاناش دو شوكولا في الفريغو، درتها له قلت له دي بيبي دو شوكولا من الفوق. فوالا هذا هو، ونخرج لكم كيما قلت لكم علامه. دوك نقسم لكم ان تي مورسو وتشوفوه من الداخل ثاني كي يدير لنا مواتي شوكولا ومواتي فاني. فوالا تشوفوا فيه كما قلت لكم جي توربيون كما كي دورناه بالكوردون كي وريت لكم تشوفوا فيه. فوالا كما قلت لكم هاك تشوفوا فيه يجي يجي علامة ويجي خفيف خفيف اهو ايوا، ويجي شويه مسقي بهذاك الفوندو كيسيل عليه. فوالا جربوه ان شاء الله كما قال لك كاع لي غيسات لا نعطيهم لكم لا نعطيهم لكم، ما كاش حاجه خاصه فيهم ولا مشي نيشان من قلبي راني نوري لكم فيها. ايا ديروه وان شاء الله تنجحوا فيه. ولا بروشان فيديو.